السلام ورحمة الله وبركاته، بركم يا شارك الحمد لله. فدلوقتي انا زي ما انتم شايفين بلعب سولو لوحدي. فدلوقتي كالعادة، فطبعا زي ما انتم عارفين ان انا، فما تستغربوش يعني مني عشان انا نوب وكلام من ده زي ما انتم شايفين. شفتوا؟ شفتوا بسم؟ أنا زي فرقي بس فورتنايت كانت عاوزة، وأنا أصلا كنت محدثها حالا بالا. فدلوقتي أنا هنزل أجيب الدراع وشوية أسلحة وشندات وهيل السمكة ديت. وأصلا لو أنا جيت أجيب الميد كيت هيطول معايا لغاية لما الواحد يكون فنشني، يكون الميت كده تخلص، خلص تهيئة خلاص. أو والله العظيم ده بيطول لك 10 دقايق أو أقل. بس أنت أصلا ما تعرفش السبب، إيه السبب اللي يخليك تموت نفسك؟ أو والله وانت يا حبيبي لو انت عاوز اصلا ان انت تقوم تلعب معايا. دي بتاعتي وانا عندي الصدارة عشان كده. ايه واحدة صغننة هي اختي جميلة لسه بنوتة صغننة. لا البتاعة دي انا عارفها، يا نهار ابيض، جانك ريفت انا عارفها، يا نهار ازرق. ده اول لما انا ارميها على واحد يقوم تقوم منزلة عليها حاجات يقوم ميت من فرحة يا عين. ايه ده قلت عايز ما بدل ما ادمرها واخد منها الموارد، ما ادمر الشجرة ورايح نفسي عادي. ممكن ادمر الشجرة وممكن ادمر الزرع. الواحدة اهي، وانا اصلا محتاج الليجندري. فانا حاسس اصلا بالليجندري. ايه ده واصلا مش بس في اللي اسمه ايه ده، بس السلاح اللي انا نفسي اشوفه انتوا عارفين هو ايه صح؟ انتوا عارفين، فانتوا زي ما انتوا عارف زي ما انت قصدي، فانتوا فاكرين اللي البصل بيتحدف بالايد زي يا بتاع الغزير يا باس يا وي. يوم خلاص يوم فنش العدو. لا يا حبيبي، السلاح اللي انا نفسي اشوفه هو مدفع البصلات. واصلا مدفع البصلات دوت كان حتة الدين بتاعه. طب بص يا جدعان، بص على دي، شوفوا بص حاجة تطلع من السما بقى. شوف ايه ده، ثواني كده اما نبص. اهو شفت اهو. طب ثانية ما بتنزلها موارد يا حلاوة. سلام. ايه ده هتركب
هو قاعد بيطبطب ولا؟ طب بص، انا خليني في الحفرة ديت احسن عشان شكلها امنة كتير، بس ممكن الواحد يصطدم والله. هاي الايدي اللي هناك دي، الايدي التانية بيتحولي خردة فجأة، بيتحولي خضرة. لازم ادري ايه ده؟ ايه ده؟ ده كمان؟ يا لهوي، انا حاسس ان كل اللي فورتنايت جمعت كل السيزونات مرة واحدة. ده كمان الفضائيين رجعوا تاني. جرو نانو ده، يا ده انا مستخبي. نهار اسود، انا كنت هلعب زيرو بيرد، بس اصلا زيرو بيرد مش هتخليني اقابله كمان. زيرو بوينت كمان. نشوف كده، سيبك شيل لي هناك هوت. ما شاء الله، 8 وانا سبت 2. بس يا جدعان بلوت عشان بس اجهز الاخر. ما شاء الله، 0 كيل و30 واحد. زي ما انا بقول لكم كلهم اتجمعوا وما تستغربوش، عشان انا اصلا مشغل هاكر. الهاكر اللي هو اسمه ايه ده، اللي هو لما واحد يركب عربيه يكشف لي مكانه والكلام من ده. لا يا حبيبي، ما تستغربش. لو انت مستغرب استغرب زي ما انت عاوز، انما بوستر ماليش دعوه. الولد يموت، العدو يموت نفسه زي ما هو عاوز. يا نهار ازرق، اللي حد انا عاوز اموت الولد ده. هات يا عم البتاع ده، طير بقى. ادخل ازرق، الله يحفظك. Yeah.
انا كنت بس عاوز اخش الزون عشان الزون اصلا تكون بعيدة. ما شاء الله، ايه اللي جاب العاصفة عند الكمين اصلا؟ ده تايفون هيموت. الركب بتدير بالعكس، الركب بتدير بالعكس. يا نهار اسود، الركب بتدير بالعكس. بصوا يا جدعان، طالما انا كده كده ميت بقوم جاي. الله يا الله يا ابني، ايه اللي جابك؟ طب الله يا جدعان، يا نهار ابيض. لا كده الدنيا متحصرة، كده الدنيا متحصرة خالص. ايه ده؟ ايه اللي جابني هنا اصلا؟ ازرق هو يا عم انت كمان. خير ان شاء الله. انت وقتك زي الزفت يا عم. اعمل ايه والنبي يا جدعان؟ ده هو قاعد بيديني بالاس ام جي وانا اصلا تصدق يا جدعان انا لقيت مرة كده. اه والله بجد ماله. بصوا يا جدعان، نخرج من الجيم، نخرج من الجيم لأحسن مين. أنا بصراحة we want your feedback. أربعة مات ولا جيم جديد. سولو سولو كمان ماتشين كونكريت. زكريا جالي اخيرا. تلت الزورس ماشي كده كده اصلا انا اخش له. الو زكريا، بص انا ما صدقت اللي انا جابك في قائمة الاصدقاء بتاعتي. ماشي، فانا ما صدقت اجيبك.
في زكريا اخرج كده اخرج. زكريا طب لما خلص جيبها ابعت لي. ماشي ابعت لي. صدقني عن محتاجة كل يوم. والله احتاجة كل يوم. هو صاحبي زكريا ازاي ما اجيب بالكم. بص بقى يا جدعان انا هنزل في مكان معين. بس انا يمكن تقولوا هنزل في تلت التاور. يب هنزل في تلت التاور. فاصلا تلت التاور بعد كده هتنقل اسمه ده هنا. بس مش عارف هم جابوا السفينة دي منين. سفينة. طب اقول لكم لا خليني في روك ريلز احسن. احسن روك ريلز اصلا انا بحبها لحسن. دي بتكون سكينه جدا سكينه. وبحب اللي فيه شويه ناس بس مش اكتر. لحسن لما بكون اكتر بفضل مستني لغايه لما الناس كلهم يخلصوا عشان ايه ما مش موت نفسك على طول. نزل الوت هنا وقام راح الشجرة بتاعتي. بس يا رب الحق نفسي يا رب. يا لهوتي في ناس الحمد لله شكرا الله. راح ولا الموت ده ما واخد باله. هذا غبي اصلا. الناس مش كمان بتدخل يعني. ده يا ابني عليا حاجه والله. والله العظيم الله 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 يخرب عقلي. والحمد لله لحقت نفسي. ايه اللي جابك من كمان يا اخي؟ ايه اللي جابك؟ مش عاوز اروح. أول ما راح له أخده. وايف ولا أنت هيك؟ لازم أبدأ أمشي في الطمي الولا اللي هناك ده. طب بصوا أنا همشي قبل ما يجي له آخد البتاع لأمك. بس نمشي بقى. صح هاخد نابل برضه البتاع ده. كملتين شوفوني يا رب. ايه ده؟ ايه اللي دمجني؟ يا جدعان هي في حاجة دمجتني. الله يخليك. ايه اللي جابك يا اخي؟ يا اخي هو عامل ايه؟ والله افتكرت نفسي هموت يا جدعان. ده
عند عالم محترم. الله جايب لي البتاع، والحمد لله عندي ميد كيت اهوت، واستخدم الشيلد الكبير اللي معايا دوت. بس القنابل ممكن محتاجلهاش، ممكن يعرف ان انا كنت موجود. حلقة وعشرين دقيقة على الزوم، صدق ده انا عارف اني كنت نزلت هنا في حاجة. والله لا، بس الزوم كم خطوة كده ووصل لها، بس الحمد لله 3 كيلات و56 واحد. حلاو ايه ده، البتاع كبرت بس صغير. يا نهار ازرق، مايتي يا نهار ازرق، شفتوا يا جدعان مايتي بحاله. طب بصوا بقى، انا ارمي بقى الهامر ده واخد ده واخد ايه تاني. اوكي كده مظبط حالي. فا او لا 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 لا، انا اخد ده. فدلوقتي خليني بقى ابدا اشوف.